السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم عمالقة الربح. إن شاء الله بإذن الله في الفيديو ده هنتكلم عن إي كوين والتحديثات اللي حصلت فيها. طبعا التحديثات ده كان فيها تحديثات من مدة شهر فات، ولكن أنا حتى كنت قلت أعمل فيديو، ولكن يعني إيه سهيت بصراحة. تمام، نروح كده على التحديثات إن شاء الله اللي في إي كوين. لكن قبل البداية ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش بقى لايك للقناه، عايزين نوصل القناه دي 1000 مشترك ان شاء الله. نروح بقى كده على اي كوين. اي كوين يا جماعه، احنا زي ما قلت انا من اوائل الناس اللي كنا شرحنا دي في المحتوى العربي كامل، والحمد لله رب العالمين، وناس كانت باسبقيه سجلت من خلالي في الموقع ده. تمام، الايردروب ده او عمله اي كوين ده، تمام، اللي حصل فيها تحديث، تمام، تحديث اللي هو إضافة المحفظة بتاعتك عشان تسحب، تحديث اللي هو السحب، تحديث اللي هو تصنيف الرصيد. يعني الرصيد دلوقتي أنا كان معايا أكتر من 1000 دولار، تمام، كان معايا أكتر من 100 ألف قطعة هنا، بقوا دلوقتي 56 ألف، وهقول لك الباقي وأدي الباقي. تمام، هقول لك دلوقتي ليه والكلام ده كله. قبل البدايه كده نروح نترجم الصفحه بتاعتنا. طبعا الناس اللي ما تسجلتش في الايردروب ده يا ريت تسجل في الايردروب ده. الايردروب ده مفتوح لسه لعدد 100 مليون شخص ان شاء الله. هدفهم ان هم يوصلوا 100 مليون، دلوقتي هم 2 مليون ونص. تمام، كل اللي عليك هتسجل، تعمل تسجيل دخول، تمام، وهتضع الايميل والباسورد، واهم حاجه تاكد حسابك. بعد ما تاكد حسابك، تمام يا باشا، اكدت انت كده حسابك وخلاص، نروح بقى لحسابنا. بعد ما تاكد حسابك وتدخل المنصه، لازم تجيب 3 اصدقاء على الاقل، تمام، علشان الناس اللي بيقولوا لي يا عم كريم احنا حسابنا ما تاكدش، لازم تجيب 3 اصدقاء، وال3 اصدقاء دولت يكونوا مأكدين حسابهم وجايبين كل واحد فيهم 3 اصدقاء برضك ومأكدين الحساب. تمام، ده كل ما في الاردروب علشان تضمن ان يتفعل لك باذن الله. يعني لازم انت تسجل، بعد ما تسجل تكتف الحساب من الايميل، بعد كده تدعي 3 اصدقاء، ال3 اصدقاء اللي هتدعيهم دول يكونوا نشطين او دعوا ناس، ما ينفعش انت كده تدعيهم وخلاص، احتمال 80% لو دعيتهم كده وخلاص مش هيتفعل لك، لازم يكونوا هم ايه، الا لو فلاتات بسيطة ممكن يتفعل لناس ودعوا مثلا 3 4 اصدقاء وهم فعلوش. فانت خليك في المضمون، سجل اكد الحساب، بعد كده ادعي ال3 اصدقاء، ال3 اصدقاء دول اتاكد عليهم ان هم لازم يجيبوا 3 اصدقاء تانيين علشان الحساب بتاعهم يتاكد تاكيد كامل. تمام، الراجل هنا بيقول لنا هو لقد تم تعديل ارصدتك، رصيد التوفير ده اللي هو الرصيد الصالح اللي هو الرصيد بتاعنا دلوقتي، تمام، الرصيد بعد الفلتر، تمام، ايه الرصيد الاخر ده؟ ارصدة الاحالات غير الصالحة اللي هو الرصيد الاخر 83 ألف قطعة، تمام، ده يعني انا عندي احالات غير صالحين، يعني ما اكدوش الحسابات بتاعتهم، ما جابوش اصدقاء، ما جابوش 3 اصدقاء، تمام، هات 3 اصدقاء ارصده من الاحالات. طبعا انا بقول لك هات 3 اصدقاء، تمام، يبقى انت كده اكدت حسابك، لان في ناس جابوا اصدقاء وما اكدوش حسابه. فانت عشان تضمن تاكد حسابك، ال3 اصدقاء اللي انت جايبهم دولت ياكدوا هم كمان، علشان كده ان شاء الله تضمن تأكيد حسابك. وأنا بقول لك تضمن تأكيد حسابك، لأن أنا عارف في ناس هيقولوا لي إحنا جايبين 5 و6 ومأكدش، أنا عارف الكلام ده. هنا الراجل هنا بقول لك ولكن بمجرد أن يصبح أصدقائك صالحين تماما ستنقل إحالاتهم إلى المدخرات. تمام، يعني بمجرد ما الناس دول يفعلوا الحساب بتاعهم ويظبطوا اللي هم 83 ألف قطعة بالنسبة لهم غير صالحين، اللي هيفعل فيهم الحساب الرصيد بتاعه، تمام، هيجي رصيد التوفير بالنسبة لي أنا، تمام؟ بالنسبة للرصيد الحالي، إيه الرصيد الحالي ده؟ لو افتكرت، الراجل قال لنا من حوالي شهر، تمام؟ علشان تسحب الرصيد بتاعك لازم يعدي عليه شهر، فده الرصيد اللي عدى عليه شهر، كان من الرصيد اللي هنا، تمام؟ وده عدى عليه شهر وبالتالي متاح الآن للوزدرو، تمام؟ هنا طبعا ده حملات خيرية لكورونا فيروس، وهنا اجمالي الرصيد الخاص بيا، ده اجمالي الرصيد اللي هو ايه يا جماعة، اللي هو الرصيد بتاع الاحالات غير المفعلين، ورصيد التوفير اللي هو الرصيد الصالح، لو جمعت ده زائد ده هيديني الرقم ده. تمام، ايه القيمة المستقبلية وايه ده؟
الرصيد اللي هو اجمالي الرصيد ده عامل 874 دولار حاليا. الراجل هنا بيقول لي القيمة المستقبلية هيعمل 14396 دولار. ايه القيمة المستقبلية دي؟ لما يوصل 100 مليون مستخدم، هو الراجل متوقع ان بدل ما يبقى قيمتهم دلوقتي 860 دولار، لو معاك نفس عدد العملات لما نوصل 100 مليون مستخدم في ايكوين هيبقى قيمتهم 14000 دولار. وده ان شاء الله انا شايفه حقيقة في الموقع ده، شايفه حقيقة في الموقع ده والعملة ده وطريقة التسويق المتبعين. بالنسبة ازاي بقى نضيف عنوان المحفظة الخاصة بينا، تمام؟ كل اللي عليك يا باشا هتضغط على كلمة كيفية الحصول على المحفظة. طبعا الناس اللي ما سجلتش تسجل، بعد كده هتروح تاخد رابط الإحالة الخاص بهم. طبعا هتاخد حوالي 750 قطعة، 750 قطعة، وهتاخد انا مش فاكر بالظبط التحديثات اللي حصلت في الرصيد، لكن هتاخد حوالي 750 قطعة اجمالي، يمكن تاخد 900 قطعة مجانا، تمام؟ كل اللي عليك هتروح على كلمة إحالات او رابط الإحالة الخاص بك اهوت، وتاخد رابط الإحالة الخاص بك اهوت، وستربح 750 قطعة إضافية. شارك رابط الإحالة وأنت هتربح 750 قطعة إضافية إن شاء الله، تمام؟ تعالى بقى كده نروح نشوف إزاي نضيف عنوان المحفظة ده. عنوان المحفظة ده إزاي نضيفه؟ كل اللي علينا هنضغط على كيفية الحصول على المحفظة وربطها، هنضغط كده عليها هيفتح لنا الوجهة اللي أمامكم بتاعت اليوتيوب. حد بيخبط؟ الراجل هنا بيشرح فيديو اهوت، تمام؟ ازاي انت حضرتك تضيف عنوان المحفظة. طبعا انت كل اللي عليك، انا هسيب لك رابط اهوت، سيب لك رابط اسفل للفيديو مباشر، ده طريقة التطبيق، ده طريقة التطبيق اللي انا هشرحها في فيديو، ده طريقة جوجل كروم ازاي تثبت الاضافة في جوجل كروم. انت حضرتك معاك موبايل وعايز تثبت التطبيق ده على الموبايل، وبالتالي تحصل على اليوزر نيم بتاعك اللي هيجي لك عليه العملات، ممكن تثبت التطبيق. معاك ايفون ممكن تثبت التطبيق. الطريقه زي ما قلت لك في الفيديو ده، الفيديو ده ازاي تجيبه، هتروح على لوحه التحكم، بعد كده كيفيه الحصول، بعد كده هيفتح لك. اما بالنسبه للناس بتوع جوجل كروم، تمام، هديك رابط مباشر تحت، هتدخل هيدخلك على الصفحه دي. تمام. ازاي بقى نثبت طريقه اضافه جوجل كروم؟ كل اللي عليك هتضغط على اضافه جوجل كروم دي كده. طبعا هي محفظة عادية جدا، الراجل هيبعت لنا العملات عليها، بعد كده هنسحب العملات من المحفظة دي لأي منصة نبدلها. بعد ما ضغطنا على تثبيت الإضافة، سيب لك رابط الإضافة مباشرة إن شاء الله. بعد كده هتضغط على كلمة تثبيت، طبعا أنا مثبت الإضافة خالص. بعد ما تضغط على كلمة تثبيت، تمام، هتروح تفتح الإضافة. أنا وأنا بشتغل سجلت الفيديو ده علشان يكون واضح. بعد كده بعد ما تفتح الإضافة مباشرة هيطلب منك إما تسجل دخول بجوجل ولا فيسبوك ولا تويتر. أنا هسجل دخول مثلا بفيسبوك أهوت، ساين ويز فيسبوك. بعد كده أهوت كل اللي عليا همنحه حق الوصول، همنحه حق الوصول ل فاضغط متابعة باسم كريم وخلص الكلام. بعد كده الراجل هيقول لي اهو كونجراتيوليشن تم. التانية هنقفل النافذة دي، بعد كده هنروح نفتح الاضافة تاني. الراجل هنا طالب مني ان انا اسجل دخول بحساب جيميل. ليه حساب جيميل؟ علشان جوجل درايف ده هيحفظ عليه باسورد او باك اب، تمام؟ في حالة ان حضرتك فقدت المحفظة بتاعتك، كل عليك هتتصل بجوجل درايف، هتكتب الجيميل اللي انت كتبته اللي انت هتكتبه حالا ده. تعالى كده اهوت زي ما هعمل امامك، هضغط جوجل درايف. بعد ما ضغطت على جوجل درايف هيطلب مني تسجيل دخول لجوجل، هتدي له ايميل وتدي له اي باسورد لاي حساب عندك شغال في جوجل. بعد كده هتزله او سماح للتطبيق. بعد ما تعمل سماح للتطبيق هيقول لك كده تم كده تمام. بعد كده هتفتح المحفظه امامك. طبعا هيطلب منك ان حضرتك تضع يوزر نيم. اي يوزر نيم؟ اليوزر نيم اللي هو ده، انت ضع اسمك ضع اي حاجه، لكن انا وضحت اليوزر نيم ده. هيطلب منك انك تضع يوزر نيم وتضع باسورد، ما فيش اي مشكله للكلام ده. بعد ما تفتح النافذه معاك كده هتاخد اليوزر نيم بتاعك اللي هو فوق ده، تمام. بعد كده هنروح للوحه التحكم وتضع اليوزر نيم هنا لصق. بعد كده طبعا هيبقى فيه هنا حته خضراء كده هيقول لك سبميت او لينك،
تمام. كل اللي عليك هتضغط هنا اليوزر نيم بتاعك وتضغط على اي علامة هنا خضراء تكون موجودة، هيقول لك تم الحفظ. تعالوا بقى نروح نسحب الرصيد المتوفر اللي هو 3975 قطعة. كل اللي عليها اضغط على كلمة withdraw في ويندوز. بعد كده الراجل هنا بيقول لهوت متاح لك انك تسحب من 1000 قطعة لحد 5000 قطعة بير ويك في الاسبوع. طب احنا معانا كام؟ نروح كده للداشبورد، بعد كده اروح اخد عدد العملات دي، بعد كده اضغط على كلمة withdraw. ثواني، النت طبعا بيقفل لوحده. بعد كده كل اللي عليها هكتب هنا عدد العملات اهو 3975. بعد كده هضغط على كلمة ريكويست. بعد ما ضغطت على كلمة ريكويست الراجل هنا بيقول لي ريكويست سكسسفولي، تمام. العملات هتترسل لك على الإضافة دي أو التطبيق ده، سواء أنت حملت الإضافة أو التطبيق، تمام، في خلال 24 ساعة. لكن لو رحنا للإيميل بتاعنا هنبص نلاقي في رسالة هنا أهوت جاية على الإيميل، راجل بيقول لنا withdraw request، تمام. هقول له هنا ماي ريكويست، زي ما انتم شايفين ادي الطلب هنا تحت اهوت، وبيقول لنا في البندنج. وبكده نكون انتهينا، وان شاء الله